بعد يوم من خطابات نارية ألقتها عائلة أوباما والتي شهدت انتقادات لاذعة ضد ترامب، يدخل مؤتمر الحزب الديمقراطي يومه الثالث، ونجم هذا اليوم كان تيم وولز المرشح لمنصب نائب الرئيس الذي أعلن رسميا قبوله ترشيح الحزب للمنصب. It's the honor of my life to accept your nomination for Vice President of the United States. We're all here tonight for one beautiful, simple reason. We love this country. شخصيات بارزة في الحلبة السياسية الأمريكية كانت حاضرة أيضاً، أبرزهم نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب السابقة، كذلك الرئيس الأسبق بيل كلينتون. مراقبون قالوا إن حديثهما يعد بمثابة هدية ديمقراطية لا تقدر بثمن بالنسبة لهاريس، قد يساعد في استمالة الناخبين المعتدلين الذين لا يريدون التصويت لترامب وينقذها من قضايا معقدة كالاقتصاد. Let us not forget who assaulted democracy on January 6th. He did. But let us not forget who saved democracy that day. We did. And the only personal vanity I want to assert is I'm still younger than Donald Trump. قضايا حقوق الإنجاب والمساواة العرقية وأجندة الحزب مع التركيز على شعار معركة من أجل حرياتنا كانت أبرز عناوين المتحدثين. أما مفاجأة اليوم الثالث لمؤتمر الديمقراطيين فكانت مشاركة مقدمة البرامج الحوارية أوبرا وينفري. أشعلت وينفري بخطابها المؤتمر الديمقراطية ودعت فيه المستقلين إلى دعم كامالا هاريس. So I'm calling on all you independents and all you undecideds. You know this is true. You know I'm telling you the truth, that values and character matter most of all.